أهلاً بيكم مع الشيف شربيني. وصفتنا النهاردة الدجاج بالكاجو والخضار. المقادير: كوباية مية، مكعبين مرق الدجاج، ربع كوباية زيت، ربع كوباية كاجو، جزرتين مقطعين شرايح طويلة، صلصة صويا، حبتين فلفل أخضر وأحمر مقطعين لشرايح طويلة، معلقة زنجبيل مبشور، كيلو دجاج مخلي من الجلد، نص معلقة صغير بيكربونات الصودا، 3 فصوص ثوم مفروم، بصلة مفرومة، معلقة دقيق ذرة. هنقول دلوقتي طريقة التحضير. انقعي قطع الفراخ في صلصة الصويا وبيكربونات الصودا وشيليها في التلاجة لمدة نص ساعة، وبعدين سخني الزيت في قلاية واقلي فيه الكاجو وشيليه وسيبيه على جنب، وبعد كده اقلي كل الخضار اللي عندك اللي هي البصل والثوم والجزر والزنجبيل والفلفل الأخضر والأحمر، اقليهم في نفس الزيت اللي حمرتي فيه الكاجو، وبعدين شيليهم بمعلقة متخرمة عشان تنزل الزيت الزيادة وحطيهم على جنب. بعد كده حطي شوية زيت في قلاية تانية، وبعد ما يسخن الزيت كويس اقلي قطع الفراخ المخلية لحد ما تستوي، وبعدين حطي عليها الخضار وافضلي اقليهم. دوبي مكعبين الدجاج في كوباية مية وحطي عليهم دقيق الذرة وقلبي الخليط كويس، وبعدين حطي الخليط ده فوق الفراخ والخضار في القلاية الكبيرة وافضلي سويهم على النار لحد ما يسخن الخليط وتتغلف قطع الفراخ والخضار بالصلصة. آخر حاجة حطي الكاجو على الخليط وقلبيه كويس، وبعدين حطيه في طبق التقديم وقدميه وهو سخن مع الرز المسلوق. ويا رب أكلتنا تعجبكم وبالهنا والشفا، وتابعونا دايما مع وصفات الشيف شربيني.